that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. التقشف والجزائر نزولها ونسبة نزول مناصب العمال تقول كانت كيما ها. اي يا خوتي روح تخدموا يا الشمار روح تخدموا اي يا خوتي روح تخدموا يا الشمار زعق بيا وفعلا تنفض اسم مليون واحد انا البترول هبط والبنزين جاي بالبترول وانا كيفاش يهبط البترول يطلع البنزين نزيروا سيني ملي والله غير قولكم حامد لكم كيما دارت لي سبع سبع بابا دارين يا خوتي كل فرصه مع ديابا وفوق في السحاب نسرع وسافير المرقه مع في اللبك يا هاد وزير الملي فوطي ويستنى في التغيير شاردون جورناليست في لاكاش كاسير حريه تاع التعبير راح دات الحمامه مادام الكلب اللي ينبح يديروا له كمامه لي فوتور على الغزاله بالسيوفه طبع ما تخزن يستنى في الجيفه الواد مع بيترول الجمل راه عطشان العقرب في الدل والحوت يسرق في الميزان الخنزير حاشاك بالحرام لاباس به الملي غيضني اللي جيع في سهل كما على بالكم التقشف معنا زيادة الأسعار كل شيء مستورد من المشكلة أنه كل شيء مستورد يعجب البطاطا ونستوردوا فيها يو البصلة ونستوردوا فيها صافي كل جديد باغي غير المقروط اللي يصنع في الجزائر ثاني الشيخنا شمس الدين ودار عليه شوفوا معنا الفيديو ايه اللحم تاع الجلفة تاع بحبح تاع مشرية يعني ياكل غير اللحم الطيب هذاك تاع الغنم اللي صح وكلا الشيح وكلا التي تعبد من دون الله يا اعوذ بالله لو كان غير جات بقره نوع من الجاموس الحيوان المتوحش وانتم على بالكم الهند ما فيهاش اراضي رعويه والو ياو ياكلوا الزبل البقره قاعده تاكل في الزبل وهو يسجد لها وما تجيبها للجزائر ياكلوها على بها الشعب هبل هاو هاو راجلها ولا هندوسي اعتنق زوجي افكارا هندوسيه وبدأ يمارس اليوغا الله هذا وش خصه مسكين اليوغا وحرم علينا أكل اللحم زيد حرم على مرته ياو هذا ما هو يوغا ما هي أفكار هندوسية هذا بالك مسكين نقصله الشهرية رانا في زمن التقشف ملي كان يخلص مليح تقشفوله بعد ما تقشفوله جبد لكم عرسها الأفكار الهندوسية وما ناكلوش اللحم يا الكبدة عيد 380 ألف لازم تعاونونا باش نخلصوا برنامج مساكن في 2017 حتى هو تخلصوا عليه ايا ترى عليا عطيني تشوفوا كي الدراهم بنجيبوا بطاقة نصطاها غدوة الناس جا تقبوا من الدولية لقوني ساتي ها والله العظيم ها لكم الدولية شي هذي صغيرة حاولي بلا طوال انسى اللي شبونها صعب قولي شو شحال تعطيها انت 400 400 هذي عاوني تعاون وارا نسيتك هذي تخدم بها كاسكروت تاع 600 ماشي كيما قدو 200 كاسكروت ب 5000 ديها ندي ايه صح اسلام وقت ايه ايه اش ما كاين مهلا اوري يا خالي ولا طرد المهم كاش ما يبين لك شي بيا صح المشكلة الكبيرة يقول لك راني في سياسة تقشف وما على باليش يضيفوا سعد المجرد بأكثر من مليار صيفي ذات تقشف على الشعب برك وماشي الشعب والشعب فقير وحابوا يديروا عليه هكذا هالو اهلا وش راك لاباس برا هيا ارواح عندك البوليسية هادي ايه
اهلا اهلا شراك لاباس 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 هيا لاباس مليح الى منى الى منى تاع جينا نقيه هي نقيه مغسوله وشني كاع الله يعوضك هات شوف لمنى وسراء صعيب الله يعطيك. لما انا جاي نجيب لي 5 كيلو زروندي. وانا ما نقدرش نجيب لك 2 كيلو زروندي انا. فزوج معليش المهم انت تجيب. وما نقدرش نطيق لك على زوج انا. خلاص بين صعيب. صح تبقى على خير. بالك اول شيء تبدا فيه الدولة زيادة الضرائب هما البروسيات راهو جاي الوقت عود دير كما هذا. وقف 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 يا راعي حمار اشهر. وقف عليك مخالفة. الله يرضى عليك. انا وش نسوي عشان تخالفني؟ انت ما تدري ان التضليل ممنوع؟ ها هذا مدلل؟ اي نعم هذا الحمار هذا هو لونه اليوم مكان جحش والله بقول لك بصراحة الضابط عطيني دفتر على المخالفات وقال لا ترجع لك مخلصة انا مخالف مخالفك ولا تكثر البربرة عشان عشان الحمار اسمع وممكن انك تمشي ابي يعطيك مخالفه بروسي المهم واش نقول لكم بصراحه انك نخدم اذا كنت رايح تشوف بلادي كيما هاك ولا نشوفوها غير في الاحلام اقرا الخبر تلقاه صار 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 بكل جريده والاخبار اسواد ملانه بالخضار بار 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 جنيه نفسير الدولار القلالات في كل مكان كان 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 عمين وصحة بالمجان عناب تفاح وبرتكان كان 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 عيش رخيص من الأفران ما في زول مشى المطار طار 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 بلدنا مشى في ازدهار كلام حقيقي ما هزار زار 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 دستور بيحكم كل قرار مشروع حضاري جد كبير بير 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 عايشين في نعمة غير كبير قال غير نقول لكم مع هذا الحلم نخليكم اما باقي غير نقول لكم ابقاوا على خير ونقولوا لي مسؤول شوية من عندك شوية من عندنا هذه المرة ما تسرقوش 100% اسرقوا غير 50 و50 عوام